واخا يكون دين مو بيلوت واخا يكون دين مو انجينير ما بغيتش نتزوج غير 16 عام. انا سمعي لي انا تنعيش حياتي عاد غنتزوج. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ اليوم غندير برانك، ما بغيتش تسمعني يسرى كاينه الفوق، غندير برانك ليسرى. دابا حنا غادي نقولوا لها راه غنجوجوك، حيت انا كنت في واحد عند صاحبتي مشينا عزيناها وجينا، دابا غندير لها برانك باش ما تسمعنيش. ولكن باباها عارف وخوها حتى هو عارف، هو معانا. غنديروا لها برانك، ما تسمعناش. حنا غادي نهبطوها وغايقول لها خوها صايب لي شعري واحد الساعه، غايقول لها مصطفى يقول لي مصطفى اجي اجي. المهم داكشي بيناتنا، وانا غنوريكم دابا راجلي فين غنديروا لا تيليكاميرا. غنديروها هنايا في هذيك البلايص، وريها نازي هذيك الشبكه غنخشيوها فيها، غنخشيوها هنايا في هذه البلاصه. ما تبانش ما يقدر يبان هذا الحديد، ولكن ماشي مشكل. غيبان الحديد، غيبان الحديد ولكن ماشي مشكل. غندير لها برانك اليوم، غتمتعوا معانا وغتشوفوا يسرى. يسرى كتنفعل دغيا وغتشوفوا، اقسم بالله العلي العظيم ما عارفه، ولكن غنبكيها وغنخرجها منها. يسرى دغيا كتشد كما دارت لي انا ديك الخطره، غنديرها لها يلا. يلا انا غنوريكم راجلك. حنا غاديين للمنال، بغيت ندور شويه في المنال، بغيت نشري شي حاجه من المنال نشاركها معاكم. ها واه حيت شتا الشمس، واش نخديت البنات تقام تلاوبني غلقتي على دابا ما تقدرش تسمع. هاي جو عند السيدة بوزا بطلاكيوت بطلاكيوت باني سوق الأمانة، سوق الأمانة بيجا بيجي سال، بيجي سال. جو عندها وتصيب معاكم شي حاجة أخرى غنبغي لها مهمة مزيانة ليا وليها يسرى. عاش هو مقراجي كاين البرد questo video نسيم واحد السيده هضرت معايا قالت لي بغيت ناخذها لولدي. انا تاخذي بنتها؟ لا لا انا يسرى تجوج دابا سي فريشيه دابا تجوجي ولدها خدام مزيان عنده مشروع ديالو. يوسف راه كيدوي معاك واخا انا عارفه، بغيت ندير داكشي اللي في راسي وما
مع السيد غنجوجك. لا نسيم والله ما تجوج دابا انا ولدي والقرايه ويلي يا ويلي يا ويلي انا نهضر معاك دير بوليسيه شوف تقدرتك اللي كتعبد القراوات ودابا غتقولي لي راه غنجوج ناسي نادير قلنا لها واحد المره نادير بغاو يتزوجوني على 16 عام دويرها هذا ما بغاش يدوي هذا ما بغاش يدوي شغلي دوي له دوي كل يوم متزوج انا نادير جلس 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 على 16 عام بغاو يتزوجوني واحد اكبر مني ب 16 عام وعجبتك شي وحده ما تجوش ويا عاجبك تكون وريتي ليها لا وزوين عارفاش وحا قلت لك انها كتقول لي الجواز التقليدي زوين وعاد انتي عاد صنتي وعاشوا في فيا انا راه نعطيك اللي بغيت ما بغيتش داكشي اللي بغيت وعاشوا في فيا انا نعطيك اللي بغيتي ما بغيتش غتزوجي زوجي يا ماما والله انا دابا شنقول صحاباتي علاش تقولي صحاباتك غايقولوا عليا واش تزوجات شوفي فيا صحاباتك الا جا من الراجل ما غيتزوجوش ما شوفش باش البنات كيتزوجوا صغار احسن وانا غنعيش بخير انا شفت الدري كيعيش وشفتو ولد امو عنده 26 عام باقي صغير وانت هي ما عرفتش ندير ديفيرنس هو ورينا بعدا داك لا غنوري لك ولكن انت تقول لي اه ولا لا انا لا لا ما بغيتش نجرب عليا لا لا علاش ما تجوش ما بغيتوش انا كاسمر يا ما بغيتش باغا اسمر كاع يا انت بغيتي سمر زويب
الاول ما بقيتش ما بقيتش ولا شوفي انا ما كنتش انا قالت لا انا بغيت نجوج اخويا تمالك علاش يدوي معايا هو يدير سوق راسو ينوض يعطيني تيساع تيقول لي باسك لا انا غنقول لها علاش انا نقول لها شو ما 16 عام جوج la mamma بقى مع بنتي اختي بقى مع بنتي مسكينه قالت لهم بقى مع ماما ناري اختي ناري الحيمه والحيمه كي دايره مجوجه على السطر كي بدا خليها حتى تكمل انا قالت كذاب دايره ليا ماما اما نديرو هنا برانك خفيف ظريف برانك خفيف ظريف وغنروح لكم تفرجوا معايا راسكم تشاو تشاو السلام عليكم ديروا لايك